ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناصية يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مدد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا عجز كبير قوي الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده، ما تقطعوني الزكيته دي. اقرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين عبد كفته؟ خلاص مش حاضر اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. إلهي يا رب. أهلا أهلا أهلا. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ، إلهي ربنا يكرمك. إلهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوة، انت شوف شغلك، بلاش لماضة، مفيش اثناء العمل بوس. إلهي يا رب ربنا يكرمكم. إلهي يا رب ما تجيب حاجة، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجة لله. إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي
وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة يا روح امك. احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس. انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير اوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول، انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا، اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصر، أنا قابل منك أي حاجة، إن شاء الله أشيل الحد. هدي، هدي كويس. شفت. وأنت من أهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك، وتخش الجنة أنت ومامتك. ده كده حلاوة أوي. نخلع بقى. كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة؟ يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ قال اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفع حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها جناحين.
لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهدت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس. يا ست بتدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص هما انا يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو. ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. طحنيت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله. انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد منع دمها يا جزمي. صارمة. ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. ايدي. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. ايه ده؟ ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل عيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول؟ حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس وراح والدك قدام على العربية اللي بره في القوة. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير كده. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟